عليه ان شاء الله. خلينا نتكلم في البدايه، النهارده عيد ميلاد ثلاثه من نجوم النادي الاهلي. نبدا بنجم من نجوم النادي الاهلي يمكن كتير من الجماهير ما تعرفوش، ولكن هو نجم على مستوى عالي جدا جدا جدا، كان من الكفاءه الفنيه، نجم على المستوى الشخصي، هو تقدر تقول ان هو نجم فعلا، كان كابتن منتخب مصر وكان كابتن افريقيا، الكابتن هاني مصطفى. كابتن شريف، يمكن حضرتك من الناس اللي عشرت الكابتن هاني وتعرفه عن قرب، يمكن انت والكابتن علاء مهيوب والمجموعه الكبيره، انا كمان والكابتن عادل عبد الرحمن. طبعا طبعا، كل سنه وهو طيب وبالف صحه يا رب. كابتن هاني، انا دخلت، اول ما دخلت النادي كان كابتن هاني موجود من اللاعبين اللي موجودين، يمكن كان في اخر موسم او اتنين ليه بالنسبه له، مع كابتن انور سلامه، كابتن صلاح حسني، كابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى. كان الوقت ده اللي اعتقد ان كابتن صلاح حسين كان برضو مدير كوره فيه في نفس الوقت، فعصرت طبعا كابتن هاني، وكان ليه حوارات كتير قوي مع الناشئين اللي هو احنا في السن ده، وتطرقت الامور معاه واشتغل معانا في الجهاز بعد كده، في جهاز النادي الاهلي. فكان شخصيه زي ما انت قلت عظيمه جدا، اخلاقيا ولعبا وكل شيء، نجم حتى في جامعه الدول العربيه، كان ليه باع كبير واشتغل هناك. فبالنسبه لنا هو كان اخ واب، ولحد دلوقتي بندعي له بالصحه والسلامه باذن الله يا رب. يا رب كل سنه وهو بالف خير يا رب. يا رب. كابتن علاء، يمكن الكابتن هاني كان فتره من فترات الاب الروحي بالنسبه لك. دي حقيقه، يعني كابتن هاني قضيت معاه كل الفترات اللي هو كان موجود فيها. طبعا بدايه كان مدرب بتاع في الناشئين النادي الاهلي، ومدرب منتخب مصر الناشئين، وكان اول منتخب يوصل كاس عالم كان مع كابتن هاني مصطفى. مستوى الشخص، شخصيه جميله جدا وحبوب جدا، وكنا دايما بنحب نتكلم معاه، ونحب كان دايما حتى في المعسكرات كان بعد التمرين وكده كان نخرج مع كابتن هاني. شخصيه يعني شخصيه كل السمات الحلوه فيها بجد يا ايمن، ما فيهوش صفه وحشه بجد، يعني راجل لذيذ وحبوب ويحب يتكلم، بيحب فرقته ويحب اللعيبه، ودايما كان يجمعنا، مش لعيبه النادي الاهلي بس، يعني كل لعيبه المنتخب بالنسبه لهم كابتن هاني ده كان حاجه كبيره جدا. واللي كان مساعد كابتن هاني ان هو اسمه كان كبير قوي، زي ما قال كابتن شريف وتفضل، ان هو كان لعيب كره هايل ولعب منتخب افريقيا وكان كابتن النادي الاهلي، ومرت الايام واشتغل مدير كوره، كنت معانا وكابتن شريف كان معانا. لكن انا كانت تجربتي معاه كانت اطول شويه، لان انا قعدت فتره كبيره قوي مع كابتن هاني، بجد كنت كل يوم بشوف فيه حاجه كويسه، عمر ما كان اساء في حاجه، ودايما كان بيخاف على كل حاجه بيعملها ايمن، يعني يخاف حتى الفاظ وخارجه، يعني بيحب بينقل الفاظ، يعني عمره ما غلط في حد، عمره ما اتكلم كلمه خارجه. كان شيك جدا في نفسه، بيحب شيك قوي، يعني فاهم اللي احنا كنا، كان شيك اللي هو ما بيسيبش حاجه. أيوة، اللي هو كان كل كابتن هاني تحس ان هو كان ماشي وفي مرايه دايما معاه، بيحب يشوف نفسه كل وقت في كل لبس في كل شكل في كل حاجه. راجل جميل جدا وحبوب جدا، كل سنه وهو طيب، وربنا يا رب يتم شفاءه، ويعني ونسمع عنه كل خير. كل سنه طبعا كابتن هاني، وبجد شخصيه جميله جدا جدا، من الشخصيات اللي هتفضل معاك، في شخصيات كده هتفضل عايشه معاك حتى ما اتعاملتش معاها كتير، لكن بس على السمع. صحيح. يعني يمكن اكتر اتنين اتعاملنا معاك كابتن شريف وانا، اكيد بلال، اكيد عادل يعرفهم مين كابتن هاني مصطفى، لكن هو شخصيه جميله، عمرك ما سمعت عنه حاجه وحشه. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن هاني. كابتن عادل، كان ليك جولات مع الكابتن هاني، ويمكن لو نفتكر كاس الامم الافريقيه كان الكابتن هاني مسؤول، وانت كان كنت لعيب في نفسك، وكانت مهمه صعبه. اولا انا كباتن اتكلموا على الكابتن هاني وادوا له حقه تماما، يعني انا مش هتكلم اكتر من كده، لسه اقول لك ان هو انسان كان راقي جدا، دي حقيقه. شخصيه مهذبه وقوي وجدع وكل الصفات الجيده فيه. اولا يمكن الكباتن اتكلموا عليه كلاعب كوره، كان لاعب كوره كبير وكان مدرب كبير برضه، يمكن خدنا معاه التجربه اللي هي كاس الامم الافريقيه سنه 90، اللي منتخب مصر لما وصل كاس العالم راح بالفرقه الثانيه للمنتخب، ويمكن كنا مع كابتن هاني، وكان رحمه الله عليه كابتن ثابت معانا كلاعب، كان كابتن احمد ماهر كمان كان في نفس الوقت. لا بتكلم عليه في الجيل بتاعه، في الجيل بتاعه. لا يعني شخصيه جميله جدا، ويمكن
كان لي علاقة كمان معاه خاصة بالنسبة لي أنا. يعني أنا كنت بعد ما رجعت كتير قوي، يمكن هو من أول الناس اللي قالوا لي أنت رايح المنتخب الأول، هترجع من الجزائر هتروح على المنتخب الأول. وكان في كمان صدفة يعني حاجة عملها لي، علشان أنا كنت رايح المعسكر على طول، فروحني البيت أصلا وهو بعد ما وصلنا المطار. وكابتن هاني شخصية جميلة، ورب يتمم شفاعه على خير، لأنه الناس الكبار بتوع النادي الأهلي نجومنا الكبار دول قدوتنا كلنا. صحيح. يعني بجد يعني يمكن كابتن هاني وكل الناس الكبار اتعلمنا منهم كل حاجة كويسة. صحيح. نادي الأهلي مدرسة بتعلم الأجيال القديمة، هي اللي بتسلم للي بعدين للي بعدين للي بعدين. كابتن هاني مصطفى من الشخصيات المهذبة الراقية. صحيح. ربنا يشفيه ان شاء الله. والناس المحبة جدا 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 للنادي الأهلي. اه طبعا الكابتن هاني مصطفى يمكن احنا كنا مرتبطين بارتباط شخصي حتى بره الملعب لفترات كبيرة. يمكن النهاردة نزل بوست من ابنه شريف، وشريف احنا برضو مرتبطين بيه وعلى علاقة بيه لحد دلوقتي، ولكن البوست دوت هننزله كمان شوية. ما نقدرش يا شريف ننسى الكابتن هاني مصطفى، مش ممكن أبدا أبدا يعدي يوم ميلاده وما نقولوش كل سنة وانت طيب. كابتن هاني مصطفى للكثير اللي ما يعرفهوش زي مالك كابتن علاء والكابتن شريف والكابتن عادل، رمز من رموز النادي الأهلي العظيمة، رمز من رموز النادي الأهلي المحبة العاشقة اللي كانت بتعمل بتفاني وإخلاص للنادي الأهلي. ما كانش ابدا الكابتن هاني ليه اي طلبات، بالعكس لما كان بيتحط في اي مكان كان بيؤدي، ما كانش صوته مسموع ابدا. هو كان حبيب اللعيبه، هو كان حبيب كل الناس، حبيب الجماهير. كابتن هاني على فكره مثل مصر في افريقيا هو والكابتن علي ابو جريشه، والكابتن هاني كان كابتن منتخب افريقيا. كابتن هاني خد افضل ظهير ايسر في افريقيا. كابتن هاني للي ما شافهوش ظهير ايسر عالمي، ظهير ايسر من بتوع اليومين دول. كابتن هاني ربنا يتمم شفاك على خير. كابتن هاني انت في قلوبنا مدى الحياه. كابتن بلال يمكن حضرتك مع شرشك طبعا يعني الاجيال الكبيره العظيمه والقدوه اللي لعبت في النادي الاهلي يعني ومسكت مناصب في النادي الاهلي وكان ليها افضال على ناس كتيره جدا، اكيد كلنا يعني سمعنا عنها وعرفناها. وكابتن هاني واحد من الناس اللعيبه التقال جدا جدا. انا يعني انا ما اتعاملتش معاه شخصيا الحقيقه، لكن شفته وهو بيلعب، يعني شفت له ماتشات وهو بيلعب. يعني لعيب بامكانيات وقدرات كبيره جدا. الكباتن اتكلموا على ادائه واسلوبه وهو مدير فني وهو راجل مسؤول اداري، حاجه محترمه جدا. وطبيعي جدا ان النادي الاهلي لما بتتكلم على مسؤول فيه او مدرب فيه بتتكلم عن كادر كبير، كادر محترم عنده اسس، من متربي على اسس، عنده اخلاقيات عاليه جدا، عنده حب للنجاح وانكار الذات، عنده حب للنادي الاهلي. هو واحد من الناس الحقيقه المتميزه. انا بقى شفته كتير وهو بيحلل، يعني بغض النظر بقى عن الايه، عن اداؤه التدريبي، لكن اتفرجت عليه فعلا وهو بيحلل. راجل عنده فكر عالي جدا، بيتكلم بواقعيه في كره القدم، بيتكلم تحس ان هو واحد فعلا فاهم يعني ايه كره قدم، يعني حد متميز جدا. دايما الناس اللي بتفهم كويس قوي وهي بتتكلم في الكوره كانوا دايما لعيبه متميزه. مزبوط. حتى لما تفرجش عليه انت بتعرف ان ده لعيب متميز، لانه بيتكلم في الحاجات المتخصصه او الحاجات الخاصه اللي مش اي ناس بيتكلموا فيها، ان العامه ما بيتكلموش فيها. صح. انا عايز برضه انوه ان الكابتن هاني كان مسك فتره من فترات مدير فني منتخب مصر، ومسك فتره من فترات مساعد مدير فني للكابتن فؤاد صدقي رحمه الله عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. ف انت بتتكلم على واحد طبعا امكانيات وقدرات يعني عقليه كبيره جدا، ربنا يشفيه ويعافيه ويعافيه عني يا رب. وكل سنه هو طيب، وان شاء الله يقوم بسلامه الله تعالى ويرد الاهل باذن الله بسلامه. في حاجه كابتن ايمن عايز اقول لك عليها، وكمان خدم العرب كلهم، يعني كان سفير مفوض في جامعه الدول العربيه. مزبوط. وكان من وكان من الناس اللي هي كانت طول الوقت من الناس اللي طول الوقت كانوا بيخدموا الرياضه الرياضه العربيه دي حقيقه. صحيح. كابتن شريف مش عاجبك كلامه ولا ايه؟ لا بس انت عمال تعمل كده ومش فاهم. هو معلومه صحيحه 100%. بس انت عشان انت قلتها يعني في الاول. لا ما هو بياكد عليه عادي. لا عادل. طيب كتر خير يعني. النهارده كمان يا كابتن شريف عيد ميلاد 2 من نجوم النادي الاهلي. كابتن